Good morning, يا رابع. How are you, يا ميس؟ Are you okay? Are you fine? Okay, رابع، خلينا نفتح كتابنا الآن لبيوبلز بوك بيج نمبر 69. افتح كتابنا بيج نمبر 69. بيحكي لك It's important to start a letter with greeting. بيحكي لك إنه دائما لما تبدأ رسالة، letter عندي رسالة، دائما لما أبدأ أنا في رسالة لازم أبدأ في التحية وأنهي الرسالة closing، يعني يكون فيها إيش في عندك closing، فيها الرسالة إيش لازم أنا أنهيها. أوكي، مش لازم أتركها أنا فاتحة. هلا بحكي لك look at the doctor to do our love on page 63. بحكي لك طلع على الرسالة بتاعت الدكتورة page number 63. What does the letter start؟ بإيش بلشت رسالتها؟ نفتح كتابنا page number 63. هاي ها page number، بإيش بلشت رسالتها؟ dear. إيش بلشت رسالتها؟ بدير عزيزي. إذا إيش بلشت رسالتها؟ بدير. وبإيش أنهتها؟ هايها بنرجع من هون. How does the letter end؟ بإيش ده أنهتها الرسالة تاعتها؟ best wish. إيش بلشتها؟ best wish. إذا بنشوف، إذا بحكي له هون يا رابع، بيحكي لنا يا رابع How does the letter start؟ بإيش بلشتها؟ بدير، هو إيش عزيزي. أوكي، how does the letter end؟ إيش أنهت رسالتها؟ best wishes، اللي هو إيش مع تمنياتي. best wishes. أوكي، بحكي لك هون طبعا لازم أعرف إنه دائما الرسالة بتبدأ بدير بتنتهي إيش مع تمنياتنا. read and complete دلتا، بحكي لك اطلع هون وكمل الرسالة. My name is Nadia. Next month I've got a swimming competition. هي راحت على التحدي، مسابقة السويمينج. I want to be very fit. What should I do? Thank you for your help. ايش لازم ابدا رسالة انا؟ ايش لازم انا ابدا رسالة يا ميس، يا خاب، يا رابع؟ ابداها انا ايش؟ بدير. ايش ابداها انا؟ بدير. اوكي، إذا حابدأ هون عزيزتي، هلين كمل رسالتها. dear مثلا دكتور أوليف، dear دكتور بإيش؟ دكتور مين؟ أوليف. أوكي، إيش لازم هون أكتب أنا؟ best wish. لازم أعرف وين أحطها. وتحت هون يكون مين؟ الاسم، اسمي، اسمها طبعا هو احنا بنحكي عنها نادية. المطالب منك يا رابع، المطالب منك لانه انا عشان لازم اعلمك على كتابة الرسالة لازم تكون وجها لوجه، لازم نعرف وين بحط دير، وين بحط وست وجه، وين ايش بحط الاسم. اوكي، هاي الاشياء الرئيسية في الرايتنج، في كتابة الرسالة، هاي اشياء مهمة لازم اعرفها انا ايش في كتابة الرسالة. اوكي، هاي اشياء مهمة جدا يا رابع. هلا يا رابع بنكمل هون على اكسرسايز نمبر 3. بحكي لك كمل رسالة letter to Nadia واستخدم الخطة. لازم تحكي لها أول شيء، بدك تحكي لها say thank you، بعدين بدك تحكي be active، كيف يكونوا نشيطين، بعدين get enough sleep، وبعدين آخر شيء إيش نعمل؟ eat well، نأكل طعام جيد. هلا بدنا نكمل الرسالة مع بعض. المهمني أنا العناصر الرئيسية اللي حكيتها أول شيء، ماشي؟ إذا أول شيء، أول أبدأ إيش رح أبدأ؟ هي تكتب رسالة لمين؟ لنادية. إيش رح نحن نكتب؟ dear Nadia. بنبدأ dear نادية. هلا بعدين for your letter، لاش للرسالتك، شو بتكون دائما نبدأها أنا دائما؟ هاي أشياء رئيسية. thank you for your letter، thank you for your letter، شكرا على رسالتك. إيش رح أبدأ أنا هون؟ thank you for، thank you for your letter، شكرا لك على رسالتك. first هاي بحكي لك أول إشي لازم تكتب say thank you. أوكي، فهكتبنا
First, it's important to. هو مهم إنك إيش؟ To be active. To be active. You need. نكمل. You need. You need to. إيش لازم تحتاج؟ Get lots of exercise every day. لازم إنك أنت بتكون بحاجة إنك تعمل أي شيء يا رابع. Exercise. You need to get lots of تعمل إيش؟ Exercise every day. تعمل exercise every day. You can بنكمل بعض. You can إيش؟ Play لازم تلعب different. You can play different sports. Different sport. لازم إيش تعمل أنت؟ Different sports. You also need أيضا شو لازم نحتاج؟ بحكي لنا different. You also need to rest well. لازم ترتاح بشكل جيد. You also need to rest well. ترتاح بشكل جيد. You should go to bed early. لازم تروح على البيت early. You should go to bed early. انك ايش تروح على السرير early. Finally, it's important to ايش لازم نعمل احنا كان اخر شيء عندي في الجملة eat. لازم اكل بشكل جيد. Finally, it's important to eat well. انك تاكل بشكل جيد because الفود الطعام gives شو بيعطينا الطعام gives what you energy. You energy. You must انه يجب عليك انك تاكل ايش eat three meals. لازم تأكل ثلاث وجبات. Three meals a day and a day. خلاص بيكفي. أو بحكي بضيف له سناك. And have healthy snack. ايش رح انهيها؟ best wish good. اذا دكتور انا بدي اعرفه انا من هاي الصفحة اللي عشان يكون اسهل عليك لما تيجي تدرس على الامتحان اللي بيهمني انا وين بس بحط dear وين بحط هاي thank you for your letter ونهاية الرسالة best wish دكتور الف. اوكي هاي أشياءات مهمة لازم نعرفها إحنا في كل رسالة. أنا رفعت لك طبعا تلخيص إلها يعني لازم أعرف أنه دائما شو يبتدي الرسالة وإيش بننهيها. ماشي يا رابع ويعطيكم ألف عافية.